كرامة يعني بتحافظ على وجودك على أشيائك محصنات خاصة. أنا أعتبر الكائن البشري أو الإنسان يجب أن يكون مثل الدولة. كيف الدولة عندها عناصر متمكنة من الاقتصاد، من وزارة الصحة، من التنمية الاجتماعية، كله لازم شغال. هلأ أنا وزارتي كلها شغالة وجيدة على السوبر، إلا وزارة الصحة مضروبة شوي، الباقي كله شغال.